بدل ما يكون عبارة عن هواء يستفيد منه الدم ويأخذ الأكسجين يكون بدله إيش؟ سيجارة، غليون، أرجيلة، سيجارة إلكترونية، أرجيلة، وأي شيء. تعالوا، هذه كلها مستحضرات تنباع في الأسواق الشعبية. إذن حتى الأسواق الشعبية أماكن لا يسمح ببيع وتداول وعرض المستحضرات الدوائية فيها. أوكي شباب؟ حد فيكم يتريق الصبح قبل ما يطلع حق المدرسة؟ تريقون بالبيت؟ 1 2 3 4 أربعة من 40 طالب بس يتريقون بالبيت؟ طبعاً كسلوك خاطئ، هو يعتبر عدم تناول وجبة الإفطار صباحاً خلال ساعتين من الاستيقاظ يؤثر على الحرق مال الجسم. فأي واحد يفكر أنه هو مثلاً يطوف الوجبة هذه رح يمنع نفسه من أنه هو يكون قادر يركز في المدرسة، ورح يؤدي لنا أصلاً إلى سلوك تغذوي خاطئ ثاني اللي هو أن إحنا قاعد ناكل مادة غذائية غير صحية. زين، حرك اليول فوق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم علي عماد النصار. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم واللي استفدنا منه جميعا، وان شاء الله الكل يستفيد باذن الله، موضوع التخسيس. مو لازم انك يعني تسوي تخسيس بطرق غير شرعيه مثل المنتجات الغير طبيعيه واللي منتشره بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى مواقع الانترنت. فعندك طرق طبيعيه مثل النادي وغيرها من الطرق الطبيعيه للتخسيس، وهذا كان موضوعي. تعال اسمع، هذه المواد كلها غير مسجله في دوله الكويت وقاعد يستخدمونها في بعض الصالونات رجاليه او نسائيه. يعني اذا انت كنت يوم من الايام في صالون رجالي وقال لك الموظف داخل تعال خلنا غزك ابره، قول له لا، انت صالون وليس عياده، ما يصير تمارس مهنه طبيه، وما يصير تعطيني مستحضرات اروح حق محل مساج خاص في الرجال يقول لك شنو اخذ حبتين قبل لا تسوي شنو جلسه المساج، ليش؟ تمشي بطنك وتعطيك راحه. قول له لا، ممكن هذه الحبوب تؤدي الى ادمان صحيح او تؤدي الى تعود. تعال تفضلوا شباب. السيليكون هو كان في القديم يستخدم في مزارع الخيول على اساس تكبر العضله، هي تكبير للعضله عباره عن بالون مش اكثر، بالون ومنفوخ. فمكوناته بتكون زيت ثلاثيه جليسرين عباره عن زيوت، وفي منها زيوت للطبخ، والباقي بيكون مسكنات ومضادات التهاب. وعندنا النوع الثاني هو عبارة عن سيليكون، عبارة عن معجون بس مش أكثر، مجرد ما دخل العضلة بيتخون بصير عبارة عن معجون. السلام عليكم، أخوكم مشعل النزي. اليوم خذينا محاضرات عن الهرمونات اللي تضر الجسم، خذينا عن التدخين وكيف أن نوخر عن التدخين، والهرمونات كيف تضر الجسم وتسبب العقم، وهذا سبب رئيسي لتدمير الجسم بشكل عام. والحمد لله كانت المحاضرة حلوة. نروح على السينما، نطلب دائما أي سايز من النفيش، أكبر واحد. بس أنت بالواقع لما تيجي أنك بدك تأخذ النفيش بتأخذ بالعادة، لو أنت قاعد عادي قاعدة عادية يمكن ما تأخذ هذا السايز، بس لأنك أنت عارف أنه أنت في إشي وراك رح تشوفه، رح تقعد ساعتين أنت بالسينما رح يخليك تلتهي. فلما انت تلتهي انت رح تاخذ هاي الكميه وانت مو مستوعب. فانت لما انت يعني هلا انت عم تدرس اوكي، وحواليك كثير تشوكليتس وتشيبس يمكن تاخذهم كلياتهم، وبس تخلص دراسه تحكي انا اخذت كل هاي الكميه، لانه انت عقلك اصلا مركز بشغله ثانيه، فما حتركز انت انه عم تاكل هاي الكميه وبنفس الوقت عم تاكل العطار. هل يجوز، هل يسمح، هل مسموح لك تشتري ادويه من العطار؟ ليش؟ قلت لي لا. ليش؟ العطار ما يصير يبيع أدوية صح؟ الأدوية وين مصدرها؟ الصيدليات والمستشفيات والصيدليات داخل المستشفيات، الأماكن المرخصة. إذن لا يسمح بشراء شراء من العطار مستحضرات دوائية. السيجارة الواحدة تحتوي على 1 إلى 1.5 ملي جرام من النيكوتين، يكفي لقتل الإنسان 40 إلى 60 ملي جرام من النيكوتين. 1 2 3 4 الرابعة فوق، أوكي؟ يلا اول 2 يخلصون هم راح ياخذون جائزه ويمشون، والاثنين الباقي يقعدون. سريع ابدا، 1 2 3 فوق. يصير انا اليوم اشتري دواء مستحضر تخسيس من مواقع التواصل الاجتماعي بحجه انه في ادعاء طبي؟ لازم اكون واعي شويه صح، واحذر بان هذه المستحضرات يجب ان اشتريها من الاماكن المرخصه، الصيدليه. اروح الصيدليه واسال الدكتور الموجود الصيدلي اقول له عطني مستحضر تخسيس.
ملائم، اروح حق العياده واقول له عطني مستحضر تخسيس ملائم. اللي بيديك الحبايه او بيديك حاجه عشان تركز هو هو في نفس الوقت اللي بيجي عليه الفتره وبيرميك قدام باب المركز عندنا او قدام اي مستشفى عام، لان ده اللي بيحصل. تعال 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 سلمني نفسك وانا راح اخليك نفس هذا. اعطيك كورس 10 ابر جروث هرمون معاهم شويه دكه بروميبلان اللي هو هذه محفزات الهرمونات يسمونها محفزات التستوستيرونيه عشان تنشف، بس انت خليك وياي ومالك شغل، خليك هدك من الرجيم، هدك من الرياضه الخفيفه هذه اللي قاعد تسويها وتعال. اسمي علي حسن من ثانويه يعقوب يوسف الغنيم صليبيخات. انا اليوم استفدت من هالمحاضره الطيبه والحلوه ان الهرمونات في هرمونات لا يجب على الانسان ان يستخدمها، من هرمونات حيوانيه، هذه هرمونات ضاره جدا، في بعض الاشخاص سببت لهم العقم، ما قاعد يستعملون هرمونات خطره جدا للانسان. يعني انت اليوم لما ادخل انا على جسمي هرمون زايد شنو ممكن اسوي؟ ممكن انا قاعد اذبح الحيوان المنوي اللي عندي، صحيح؟ ممكن قاعد اثر على القلب، اثر على الكلى. اذا ما يصير اني انا اضيف شيء على جسمي مو موجود، رب العالمين ما اعطاني اياه، اروح انا اضيفه غصب؟ ما ينفع.